دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية فورا ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. دعوة حماس هذه تأتي بعد قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ردا على عمليات الهدم في حي وادي الحمص جنوبي القدس المحتلة. هذا واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب الانتهاء من صلاة الجمعة في حي وادي الحمص. واستخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز لتفريق المحتجين الذين تظاهروا هناك ضد قرارات الهدم الأخيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال. نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي. لاتفاقيات إذن مع إسرائيل بعد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة معها. فهنا تقول القيادة بأنها لن تكون الطرف الوحيد الذي يحترم هذه الاتفاقيات، واستحالة الإنكار الإسرائيلي لما تم توقيعه مع الفلسطينيين. لكن الكثير من التساؤلات تطرح حول كيفية الانفكاك من هذه الاتفاقيات، وهل سيطال القرار جميعها؟ لا أعتقد بأن قضايا مثل التنسيق الأمني سيتم وقف العمل بها. ربما ستجري مراجعة العلاقات الاقتصادية مع دولة الاحتلال في اتفاقية باريس الاقتصادية، ولكن التطبيق سيكون عملية انتقائية وليس وقف شامل للعلاقات. هذا القرار جاء كرد على إقدام قوات الاحتلال على هدم 10 بنايات سكنية في حي وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، حيث تخضع هذه المنطقة لإدارة السلطة الفلسطينية بحسب اتفاقية أوسلو. هنا في حي وادي الحمص وعلى الصعيد الشعبي لا تزال التحركات متواصلة رفضا لهدم المنازل، حيث يؤكد الفلسطينيون أن الذي يجب أن يزال هو جدار الفصل العنصري وليس بيوتهم. قرب ركام منزله يأتي إسماعيل لأداء صلاة الجمعة احتجاجا على هدم المنازل. بالنسبة له كل شيء تغير بعد الهدم، فالكثير من أحلامه وأحلام أبنائه الستة سحقتها الجرافات تحت هذا الركام. أسبوع كان قاسي كثير، أتمنى أنه نقدر نغير فيه إشي، لأنه الوضع مش النفسية مش متحمليته اللي صار. يعني الأولاد عندي كلهم تعبانين، العيلة كلها تعباني، أنا نفسيا تعبت من الإشي اللي صار. لم يكد ينتهي الأهالي من صلاة الجمعة حتى قمعتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل الغازية، ليصاب العشرات بالاختناق. وتسود المخاوف من إقدام الاحتلال على هدم منازل أخرى من هذا الحي. أحمد جرات العربي من حي وادي الحمص جنوب القدس. ويبقى معنا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أحمد، ما الذي يمكن أن تلخص به حصاد مظاهرات اليوم في حي وادي الحمص ضد عمليات الهدم التي ارتكبتها قوات الاحتلال؟ إن العشرات أصيبوا بالاختناق جراء قيام الاحتلال بقمعهم وإطلاق المئات من قنابل غازية حتى طالت مساكن المواطنين، وأدى ذلك الاختناق العشرات. اليوم اندلعت المواجهات عقب الانتهاء من صلاة الجمعة التي نظمت على جانبي جدار الفصل العنصري، من جانب باتجاه مدينة القدس قرب المنازل التي هدمت، ومن الجانب الآخر في محافظة بيت لحم وقرب منزل تم هدمه خلال هذا الأسبوع، حيث أدوا الفلسطينيون صلاة الجمعة احتجاجا على قرار الهدم. قوات الاحتلال استنفرت بأعداد كبيرة في المنطقة وقامت بقمعهم عقب الانتهاء من الصلاة، وبعد توجههم في مسيرة سلمية باتجاه جدار الفصل العنصري، حيث أن قوات الاحتلال ادعت بأن قيامها بعملية الهدم وهدم المنازل الكبير في تلك المنطقة بسبب قربها من جدار الفصل العنصري. وأحمد، ماذا عن مصير هؤلاء من أن يطال؟ ماذا عن مصير هؤلاء الذين هدمت بيوتهم في تلك المنطقة؟ أين هم الآن؟ ماذا فعلوا؟
يعني تحدثنا مع عدد من الذين هدمت منازلهم، هناك منازل تم هدمها كان هناك يعني في داخلها سكان وأهالي يعيشون في هذه المنازل حاليا إما عند أقاربهم أو قاموا باستئجار أحد المنازل، ولكن حتى الآن لم تستقر هذه العائلات ولم تتحمل أيضا ما جرى بها خلال هذا الأسبوع، حيث أنه كان أسبوعا ثقيلا كما قال لنا إسماعيل عبدية وهو أحد الذين هدمت منازلهم، أسبوع ثقيل مر على السكان، وهناك عدد من المنازل التي هدمت وهي قيد الإنشاء حيث أن الأهالي لم يكملوا بناءها، ولكن من كان يسكنون في هذه المنازل إما ذهبوا لأقاربهم وسكنوا مع أقاربهم، وهناك من حاول أن يذهب باتجاه استئجار منزل جديد. هذه العائلات وضعت أغلب مدخراتها التي قامت بادخارها خلال السنوات الماضية في بناء هذا المنزل، حيث أن تسكن في منزل يعود ملكيته لك في مدينة القدس ربما يعتبر من الشيء الصعب والصعب جدا. هذه العائلات استطاعت السكن ولكن الآن قام الاحتلال بتدميرها. طب أحمد، هذه المواجهات أو المظاهرات تزامنت أيضا مع إعلان الرئيس محمود عباس وقف الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، هل لاحظت أي تفاعل مع هذا القرار في أوساط المتظاهرين؟ نعم فرح، يعني قال لنا أحد السكان الذين تضرروا أنه كان يتمنى إن كان هذا التحرك على الصعيد السياسي الفلسطيني أو حتى على صعيد الأمم المتحدة وعلى صعيد الدول الأوروبية كان قبل الهدم، كانوا يأملون بأن يكون هذا التحرك القوي قبل الهدم من أجل منع الكارثة التي حلت في السكان في تلك المنطقة. هناك حالة من الارتياح إن صح التعبير في عن هذا، ولكن لا، هذا الارتياح يسوده الشكوك إن كان سيتم تنفيذ فعليا هذا القرار بوقف العمل في هذه الاتفاقيات. كان الحديث عن أنه حتى أن التنسيق الأمني سيطاله سيتم إيقافه بحسب عمر الغول وهو مستشار الرئيس محمود عباس في تصريحات صحفية له، ولكن هناك شكوك فلسطينية، هناك شكوك في الشارع الفلسطيني، لا سيما بأن مثل هذا القرار اتخذ من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته 28 في العام الماضي، وقرر بوقف وتعليق الاعتراف بإسرائيل حتى الاعتراف بفلسطين، وأيضا وقف التنسيق الأمني ولم يتم تنفيذه خلال سنة. شكرا لك أحمد جرادات من القدس.